السلام عليكم. هذه مبادرة حسنة من جمعية الإصلاح والإرشاد، إفطار جماعي لليتامى حسنة. وهذه النشاط اللي نحن بصدد الحضور على شرفه، وحفل إفطار السنوي على شرف الأيتام. هذا النشاط تقيمه مؤسسة كفاءة الأيتام ورعاية الأرامل التابعة للجمعية، وطبعا نستهدف به إحضار الأيتام، وكذلك ندعو له المحسنين ليحضروا معنا في هذا الإفطار، ويتم فيه يعني توزيع الهدايا، هدايا متعلقة بالعيد خاصة بالأيتام وكذلك الأرامل، بالإضافة إلى أنشطة أخرى متعلقة بالإطعام. طبعا عندنا بالنسبة للنشاطات الرمضانية عندنا السلة الرمضانية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. معكم فرقة بلابل الهضاب الحاضرة مع إخواننا في ولاية تسمسيلت القائمة على شرف إفطار جماعي لأحبابنا وأولادنا اليتامى، مأجورين إن شاء الله وجزاهم الله خيرا إن شاء الله. الرحمن الرحيم. كما دابت الجمعية يعني في كل موسم رمضان تنظيم مائدة أو إفطار على شرف أبنائنا الأيتام الولاية، يعني الآن رانا متواجدين في هذه القاعة من أجل يعني مشاركة أبنائنا الأيتام طبعا الثالثة للإفطار السنوي على شرفهم. هذا الرصيد أو هذا التقليد يعني المهم في الجمعية الحمد لله يعني دابنا عليه منذ سنين، نوزعوا فيه الكسوة أيضا على أيتام الجمعية، نوزعوا فيه أيضا حلوى العيد على الأرامل. الحمد لله يعني اللي وفقنا لهذا النشاط، نشكر كل المساهمين، نشكر أبناء الجمعية وبنات الجمعية يعني الحاضرين معنا واللي يعني بذلوا جهد كبير من أجل يعني إنجاح كل أنشطة ولا فعاليات ومشاريع الجمعية اللي حضر. قيس 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 قيس